أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الجهود الوطنية لصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، جعلت المرأة البحرينية مكونا أساسيا في عملية التنمية ومحركا محوريا لتطوير وقيادة العمل المؤسسي في القطاعين العام والخاص. وخلال اجتماع لجنة تكافؤ الفرص الذي تناول أهم نتائج لجنة تكافؤ الفرص في معهد الإدارة العامة للعام 2022، أشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى الخليفة إلى أن استمرارية تحقيق التوازن بين الجنسين في الاستراتيجيات والسياسات المؤسسية تأتي على سلم الأولويات، لكونها أولوية أساسية لتحقيق الخطط والتطلعات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمملكة البحرين في كافة المجالات.